السلام عليكم بنات، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير كما وعدتكم وقلت لكم دائما ان شاء الله نجيب لكم جديد. اليوم مباشره من غرفتي حبيت نوريكم الطريقه تاع ترتيب الخزانه بطريقه سهله ومبسطه. امشيوا معايا نشوفوا. هنايا بعد ما نركبيري الملابس اللي كنت غسلتهم، نحاول نجبد الملابس يعني تاع الشتاء ونحطهم كما تشوفوا لهنا على الطريقه هذه. انا في الحقيقه الخزانه تاعي كافيتني باش نحط فيها ملابس تاع الشتاء وملابس تاع الصيف، الا هنا نحط لهم بدلهم الطابق ونحي كامل هذيك لابوسيير على هذه الطريقه. يعني كل مكان هكذا ندخلو نحاول كامل جوانب نحي الغبره، باسك ما تبانش الخزانه دائما مغلوقه يعني ما فيهاش الغبره، هي ضروري لازم تمسح. كما تشوفوا لهنا عندي رفوف نحط فيه ملابس صيفيه، يعني هكذا كما تشوفوا الالوان مختلفة. هنايا وين نحط لي بونطالون جين ولا يعني السراول كامل، هنا وين نحط لي ساك، هنا وين نحط لي بول تاع الشتا يعني الخشان هذو اللي يكونوا بلا لان ولا بالصوف. طب هذوك تشوفوا هنا دوك نعاود نرجع فيهم الحوايج بس لازم نطبقهم ساعة. هنا نحط لي جيلي يعني اي حاجة عندها، كما تشوفوا لي جيلي هنا اللي تغلقوا في الوسط نحطهم بالطريقه هكا. هنا نحط لي بيجاما، هنا نحط لي زي شارب، هنا ريكوبيريت لي بواط تاع صبابط ما نرميهمش، نعاود نحط فيهم بالطريقه هذه. فوالا كيما هكذا كامل نحط الحوايج تاع الشتا لي شورت كامل ولي سوفاتمون نحطهم بالطريقه هذه هكذا عادي ونوريلكم. وهنايا نحط طول طون يعني الحاجه اللي كان عندي زايده ان شاء الله ندير هذه كادو ولا نحط هذا الكوتي كما تشوفوا لهنا تاع لي برودوي تاع ايف روشي بارفان واش كاين عندي نحطه في الخزانه، يعني عندي لارموار لي خاصه لكن هنايا نحط الحوايج اللي باغي نخبيهم دو كوتي ونضمن باللي مانيش حنستعملهم باش نمدهم كهدايا ان شاء الله. هنا قبل ما ننظم لارموار قبل ما نبدا نطبق في الحوايج وكامل نبلي فيهم نمسح افون كما قلت لكم. هنا لارموار كامل بهذه الطريقه في كامل الجوانب كما قلت لكم لا بوسيير تدخل هنايا. نوجد حوايج تاع الشتاء نحطهم على يد هكذا باش يعني ما نتعبش من بعد كي نحوس عليهم. بهذه الطريقه نمسح حتى الفوق لهنا كاو كاش ما تكون حاجه ولا سي جامي. فوالا هذه يعني تنحي خلاص تنحي لا بوسيير كامل وما تخليهاش ما تخليش لا بوسيير تاع عندي لكم زعما لا بوب. فوالا هنا لافونتاج تاع لارموار هذه اللي غي سيباري برفوف كيما راكم تشوفوا، لهنا نقدر فاسيلمون نحط لي بونطالون نحط لي جيلي نحط لي تيشيرت لي بولو نحط كل حاجه وحدها. فوالا هنا كيما تشوفوا حتى الحوايج بالطريقه هذه نفوت نبلي نعطيكم لا فاسون لي نبلي بها لي بونطالون بواحد الطريقة سهلة جدا. هنا أسهل طريقة تبليو بها لي فيتمون ولا بليتو لي بونطالون، تحطو البونطالون كيما هكدا حطو كيما هنا تعاودو لهنا تغلقو بالطريقة هذه بليتو والبونطالون تبليه بيان كيما تشوفو لهنا. نوجد كامل لي بونطالون تاعي على هذه الطريقه، نحاول نفصل لي بونطالون تاع لي تي يعني تاع الصيف على لي بونطالون تاع الشتاء. نفس الشيء نعاود نجبدهم باش نوجدهم اونكاو باسكو عندهم مده هما مبليين من يعني من الشتاء ولا من يعني من لافان تاع الشتاء ما زدت استعملتهم، نعاود نجبدهم باش نهويهم شويه بهذه الطريقه. كي نشوف حاجه تصلح للتحداد نحددها سينو نخليها كيما هكذا. البنات ما تنساوش الخزانه ضروري تهوى، لازم تهويوها يعني ملي تلقى لوكازيون حتى تجبدوا لي فاتمون هكذا كمبليين يعني لي فاتمون مطبقين ولا مطبقين بلوتو وتعاودوا تجبدوهم وتعاودوا تهويوهم تغدوهم لازم. نحاول نحط هنا لي بونطالون لي كولوري يعني ملونين نحطهم ابار
لي بونطالون لي بلو نحطهم من جهة واحدة باش ما نخلطش لي كولور. فوالا هنا نواصل العملية ان شاء الله. ندير لهم نهار اللي نحدد كل شيء فيه. فوالا بهذه الطريقة ما تشوفوا كي نشوف حاجه يعني تاع غسيل نعاود نغسلها. فاصون جامي نحط الحاجه في لارموار هي مسخه. مي دي فوا ما تنساوش بلي كي نحطوا الحوايج بزاف في لارموار ولا نحطهم في لي ساك ولا نحطهم في لي فاليز كي ما يكونش عندكم لي سباس لازم ديما اوموا تحطوا لهم غسله خفيفه وتعاودوا تحددوهم. هذا كي ما يكونش عندكم لي سباس وين تحطوا الحوايج باسكو يديروا كوميم ريحه وحاجه كي تبقى غامله ولا بيتو تبقى مغلوقه تغمل ودير واحد لودور ميم حتى تكون خفيفه يعني حنا ما نشموهاش بصح هي كاينه. فوالا ننصحكم دائما تجبدوا الحوايج يعني باش تهويوهم وتنحيو لا بوسيير لي فلارمور معليش لعاود ترديتهم. هذا حوايج تاع الصيف نحطهم دو كوتي. فوالا هكذا نوري لكم بعدا واحد لاستيس اللي تحطوها في لارموار باش تولي لودور تاع لي فيتمون يعني تولي ولا لارموار تاعكم الخزانه تاعكم تولي بارفومي سهله جدا. فوالا هكذا هذا كامل لي بونطالون توتو تاع الشتا. الحاجه اللي ما نسحقهاش نحطها دو كوتي لازم تكون على شرط نظيفه وجديده وحكمه روحها. ممكن يكون انا يزد فلاطاي ولا ممكن ما وليتش نستعملها ولا نبدلها نحطها هاد كوتي. هنايا كاين واحد لاستيس هنايا في يعني في بلجيكا ولا الدول الاوروبيه يعني كاين البتيريا يعني الناس اللي ما يحتاجوش حوايجهم ويحاولوا يخليهم يكونوا على شرط نقيين ومش مقطعين يحطوهم في ساشي ويروح يحطوهم في واحد لابوبيل عفوا على المو سي با اون بوبيل مي ريزيرفوار يعني بلاصه وين نقدروا نريزيرفي ولا نحطوا فيها هذاك الاشياء اللي ما نستعملوهاش ونقدروا نصدقوها. وهما بلي يعني في العاده ما يصدقوهاش ديريكتومون سواء نحطوها لهنا الكوا روج كيما حنا عندنا الهلال الاحمر ولا نمدوها هما يعاودوا يبيعوها بالثمن تاعها يعاودوا يساعدوا الناس هكذا يديروا والله اعلم. ولا نعرفوا ناس يعني اللي يكونوا قراب لينا وفي في الحاجه محتاجين نمدوا لهم يعني الانسان يبدا بالمقربين. فوالا وانا طول طون نفضل اني انسان كي يكون قريب ليا نعطيه الحاجه يعني جديده حياتي يعني ما حتى خواتاتي ما نعطيهمش حاجه اللي تاعي قديمه ابار لا كان كانت عجبتهم وكنت لابستها على جسمي يعني كيما يقولوا مازالني باغيت ما باغي نلبسها ومازال بغيتها كيما نقولوا انا مثلا اختي لو كانت وحده من خواتاتي عجبتها يعني فيست وهي فوق ظهري والله ما نعزها عليها يعني هذه اللي نقول لك لازم الانسان كيمد الهديه يمدها وهو حابها مازال حابها مش نقول اه انا خلاص ديباراسيت الحاجه هذه يا تقطعت لي ولا فيها ديفو ولا خلي نصدقها. الصدقة عمرها ما كانت بهذا لامانيير. فوالا فوالا هذا كيما هذا خسر لي شويه هنا نشوفوا بلي ما نقدرش نركيبيريه نحطو باش يروح لابوبيل باش ما نبقاش نعمر لارموار غير هكذاك باطل باسكو نعمرو لارموار تاعنا وتبان مازالو عندنا الحوايج وحنا ماناش لاقيين واش نلبسو. الوغ دي بريفيرونس الحاجه اللي ما نحتاجوهاش فعلا ما نحتاجوهاش نديباراسيو بها باش نخليو بلاصه لحاجه واحده اخرى. فوالا كيما هكذا
انا ممكن نحطو لي بونطالون كيما قلت لكم لي كولوري وحدهم بليتو لي يكونوا الوانهم زاهيه وحدهم لي بلو وحدهم النوار وحدهم، يعني نحاولو نخلقو يعني في لارمار تاعنا نظام هكذا باش ما نخلطوش بين لي كولور. بغيت حاجه نجبدها ما نروحش تحت هكا تكون باليت عاليه ونشيل تحتها نجبد، جيني فاسيل كي نجبد يعني هكذا بونطالون يكون بلو ولا نوار باين في بلاستون كان نوار، على اني نروح نجبد نخلط لي كولور كامل ومن طون في نفس الوقت يعطي واحد المظهر. فوالا هنا بالنسبه لي بولو بلياج تاعهم ساهل خلاص ما فيهش تعب، غير هكذا بالطريقه هذه وانا بليت البولو. ممكن نخلي البلياج غير هكذا لكن ما كانش عندي ليسباس نحطهم كيما هكذا، ونقدر نبني يعني نحط هنا نحطهم كامل نزيد يحكموا لي ليسباس ونزيد نحط من هنايا، يعني كاين عده طرق باش نبليو بها. باغ اكزومبل سوات نخليه كيما هكذا سوات هكذا ونحط واحد فوقه هكذا ويكون عندنا ليسباس. ايماجين اوليو باش يكون هكذا ممكن دو فوا يكون عندنا يعني المسافه لهنا مساحه بلوتو في الخزانه تاعنا باش نحطو بليزيور بولو، والان نحطو يعني مجموعه كميه كبيره من لي تيشيرت ولا ولي بولو. فوالا هنا نفس الشيء نبليهم كامل. هما اصلا انا لارموار تاعي ديما يعني الحمد لله ديما يعني ما معدوله دائما نحب منحبش نشوف حتى يعني حاجه خارجه هكذا منا ولا منا ابار الله غالب كنت مزعوبه ويعني وجبت حاجه اونيرجونس نحاول نردها لا ما قدرتش دوفيس في هذاك النهار نعاود نردها. فوالا هنا لي تيشيرت تاع لي تي نحاول نخليهم كيما راكم تشوفوا لهنا مبليين بهذه الطريقه، نضمهم كان ونحطهم في بلاصه لي بعيده يعني مانيش حنروح نرجع نولي لها. ما تنساوش بلي دوكا حنا رانا قراب وانا بدينا استغفر الله يا ربي يعني انا بيت بدايه تاع شهر سبتمبر يعني ما نحتاجوش انا ديجا في خلاص غدوه ولا بعد غدوه لا يعني لو برومي لو مانا السبت فوالا دخلنا ديجا لشهر سبتمبر يعني يكون الجو مليح دي فوا تكون الشمس دي فوا الشتا دي فوا يعني لي بولو الحاجه كي تكون قماش كيما هكذا ممكن نزيد لهم غير جيلي يعني نزيد لهم جيلي ونقدروا نلبسوهم عادي. بصح لي تيشيرت كيكونوا خفاف من احسن واحد يعني يخبيهم دوكا هب هكذا هكذا يعني انا جبتهم باش نهويهم فتحت الخزانة كاملة وفتحت لا فينيتر باش يدخل الهواء. هنا ناقصة شوية عندي الإضاءة فوالا هكذا بالطريقة هذه، وكون على بالي واش كنت حابة لكن حابة هكا نهز نرفد كيما هك بالطريقة هذه ونركيبيري هذا بلا ما نخسرهم. فوالا دوك نكمل كامل العملية تاع الطباق ان شاء الله بهذه الطريقة ونوري لكم كيفاش نحافظوا يعني اللودير تاع الخزانة تاعنا. وبعدين فوتوا لي الساك لازم دائما نحافظوا على الطريقه تاع كومون بلي زعما لي فيتمون كيفاش نطبقوهم باش نحكموا لي سباس اللي ما عندناش لي سباس بزاف في الخزانه. نوري لكم واحد الطريقه في واحد لابوات ان شاء الله. مثال ما عندكمش لي سباس في لارموار تاعكم ممكن يعني تشريو لي بواط ولا هذوك لي باني اللي يكونوا ديجا مفتوحين يعني باش نهويو الحاله، لكن كانوا عندكم يعني لي بواط كيما انا هذو شاريه لي بواط هكذا صغار تاع الميتال ممكن هكذا على حسب المقياس تاع لابوات نحطهم غير هكذا. جيسبر راكم تشوفوا غير هكذا
بلي هكذا بالطريقة هذه. هادو دي ديجا مانيش محتاجتهم، نقدر نحطهم في مكان يعني ما نشوفوش، ولا نبعدو شوية باش نخلي الاسباس للحوايج اخرين. بهذه الطريقة دوك تشوفوا لابوات هذه واش راح ترفد لي. ممكن حتى نصغره يعني اليوم بهذه الطريقة هكذا هكذا، ممكن هذه الطريقة هكذا نحطهم هنا، ممكن هكذا، ممكن لو كان عندنا بزاف لي تيشيرت نحاول نصغر الحجم تاعهم على قد ما نقدر، على شرط ما يبقاوش مكمشين يعني كي نجبدهم نلقاهم هكذا، نلقاهم معدولين بهذه الطريقة. نحط هنايا وحتى هكذا يجيو باهيين، ممكن نستعملو حتى لي بيستي كيما هكذا لي فولار وكامل. فوالا هذه طريقتي البنات، نوريلكم عدة طرق كيما يكونش عندكم ليسباس، ولا عندكم لارموار كبيرة ممكن تخليهم مهويين عادي. على بالي دوكا هذه لا بيريود ونجبدوا الحوايج تاع الدخول المدرسي، يعني اللي عندهم لي طابليي لي فيتمون هذوك يلبسوهم سبيسيال لولادكم، يعني ماشي اللي تاع الصيف ونكون شورت، يكونوا لي بونطالون، يكونوا لي فيتمون يعني البدله يعني رسميه تاع المدرسه، يعني الناس اللي عندهم لي زونفون بزاف تكون عندهم يعني يحتاجوا المسال بلوتو المساحه. والله هكذا حتى نلمهم كامل. فوالا كيما تشوفوا هنا الطريقه اللي حطت بها لي تيشيرت، يبقاو في هاد لابوات على هذه الطريقه ان شاء الله حتى نجبدهم العام الجاي يحيانا ربي. نوري لكم ان شاء الله دوكا لي ساك، نروح نجبد لي ساك اللي عندي ونوري لكم كيفاش نعدلهم مع بعضهم. فوالا انا يلي في من عشاق لي ساك، يعني وين نلقى ساك لي يعجبني نشريه، ندير المستحيل حتى نشريه. فوالا بلوتو ندير ليكونومي لي ساك لي في. انا دائما 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 نجبدهم بليزيور فوا، لازم ديما نحطو بيناتهم لي بابيي، ولا لا كان شفناهم يعني يحتكوا في بعضهم باش نخافوا باش ما ديناش لا كولوراسيون، نحاولوا لي فونسي يعني قاتمه هكذا نحطوهم مع بعضهم، ولي كولور لي كلير يجيو كيما هكذا تاني نحطوهم مع بعضهم هكذا، يعني باش ما نخليش يعني لي لا كولوراسيون باش ما تطلق على الاخرى، يعني هكذا نحافظوا على لي ساك تاعنا، ولا لا خفنا فريمون نحكموهم. يعني انا هذا الساك جديد استعملته مره واحده، ممكن كاريمون هكذا نغلفه ونحطه في لارموار بالطريقه هذه، ولا نحط بيناتهم بابي هذاك اسويتو البابي العادي هذاك. فوالا بحال كان لي ساك تاعي هادو كامل نفس الماركه نفس ال، ونحافظ على لي ساك تاعي ما نبقاش نحكم واحد نستعملو طول طون حتى يخسر لي، نحاول دائما نبدل لي ساك. فوالا هكذا حاليا نستعمل في الساك هذا، فوالا هكذا غوز بلو، هذا بلو كولوري كما تشوفوا هكذا، بيج، هذا اوبرجين،
وهذا البلو هذا نستعمله ساعات في مناسبات هكذا، كي تكون عندي خرجة هكذا العشاء ولا مع وضع عند صديقاتي، يعني هذا مع في هذا لي بريون هذا بلوتو لي كلو هادو يجي يعني بريزونطابل في سهرة. فوالا هنايا كيما تشوفوا ثاني عندي علب خاصة كيما هكذا نحط فيهم التقاشر تاعي ولا لي شوسيت تاعي، نحطهم بالطريقة هذه باش تجيني سهلة باش نعاود نجبد. فوالا نحطهم هكذا، يعني العلبة هذه ديجا صوت تلقاوهم يتباعوا هكذا وما يكونوش اون بابي، يكونوا ماتير وحده اخرى. انا هذه الحقيقه كنت شريت ديجا فيها من قبل لي شوسيت تاعي، بورتو بلي فير نلبس بزاف لي بوتو كامل، لازم لي ما لازمش لي با، لي با توجع، لازم حاجه ديما تكون قطن، لازم ما تشوفوش ديما الحاجه الباهيه. انا نفضل نلبس تقاشر عليه باسكو نلبس بزاف كيما قلت لكم لي بوت ولا لي بوت في وقت تاع الشتاء، ومام لي باسكيت لازم حاجه كيما هكذا. شوفوا نوري لكم هكذا الطريقه كيفاش نعدلهم، يعني حتى بسهوله كي نجبدها هكذا. شوفوا الطريقه كيفاش مبليه هكذا، نجبدها بسهوله يعني ها نخليها وحده مع وحده كيما هك، نطبقها عادي هكذا باش يكون عندي ليسباس نحط بلوزيغ في نفس العلبه هكذا. نفس الشيء لهذه، وانا عندي دو بواط هكذا نغلقهم ونستعملهم الوقت اللي نحتاج بهذه الطريقه. هنا لي بونطالون اللي ما نلبسهمش وما نحتاجهمش ابار لي دو هادو ممكن نحطهم لهنا ونبعدهم في لارموار، بعدهم يعني ممكن نحط دو، نحط هذوك لتحت ونزيد نحط باغ اكزومبل هادو لهنا. بهذه الطريقه لهنا، وشوفوا لارموار كيف حكمت لي ليسباس، يعني نقدر نحط عد لهنا دو فوا في طاجير واحد. وهذا نفس الشيء هكذا، نفس الشيء لي بونطالون ما نلبسهمش ديما نحطهم لتحت لداخل ومن بعدهم ونحط لي نستعملهم دائما. فوالا حطيت يعني بلوس لي بونطالون تاع الفصل هذا تاع الخريف وتاع الشتاء. فوالا هنا اللي فيه كيما راكم تشوفوا خلاص كملت كامل لارموار، نوري لكم لهنا كيفاش حاطه لي ساك. هنا لي ساك نظمتهم بهذه الطريقه، هنا البنات نوري لكم ابري كيفاش يعني نظمت الخزانه، نحط كل حاجه وحدها باش تجيني سهله. كما قلت لكم هنا كاينين لي جيلي، هنا كاينين لي بولو عاود فتحتهم باسكو هنا كان لي سباس. كما تشوفوا هنايا في لاريير حطيت لي تيشيرت اللي مانيش حنلبسهم ما نستعملهمش، يعني دوكا بدا كما قلت لكم بدا يبرد الحال. هنايا لي فيتمون تاع الشتاء يعني هادو كامل لي بول خشان تاع الشتاء حطيتهم بجهه بهذه الطريقه، يعني بدا حطيت الحاجه اللي خفيفه هي الاولى اللي تلبس شويه في الخريف، ومن بعدها هكذا باش تجيني سهوله كي نجبدهم. وهنايا حطيت الحوايج تاع الشتاء يعني فصل هذيك ديسمبر ان شاء الله جونفي هذيك كي تبدا تبرد الحاله بزاف، مام حتى في فيفري تروح حتى ان شاء الله بدايه تاع ربيع ويبقى بارد الحال هنا في بلجيكا. هنا حطيت الحوايج تاع البلوتو كما تشوفوا لهنا تاع الصيف اللي ما نحتاجهمش حطيتهم كامل عاليين فوقا، مازال عندي هاد لي سباس نعاود نحط فيه لي ساك. وهنا كما قلت لكم حاطه لي برودوي اللي نحطهم هكذا اون كاو ان شاء الله باش ما نستعملهمش بلا ما نعاودوش ندير بهم. فوالا هنا نحط لي بونطالون بهذه الطريقه، هنا حدا لي بونطالون نحط الجوارب، نحاول نعدل الكاميرا سمحوا لي. فوالا يعني نعاود نحط التقاشر تاعي هنايا بهذه الطريقه، باردونير هذا تاع خويا الله يرحمه حطو دائما في الخزانه هنايا. هنايا باش نوري لكم ابري كيفاش نحط ثاني لي زي شارب اللي نستعملهم في وقت الشتاء.
انايا جي لا شونس يعني كي شريت لارمار لهنا خيرتها على اساس تكون فيها رفوف كيما هكذا، وفي نفس الوقت فيها هاد لي باك لي جو بزاف ساهلين. هنا على شريتها من ايكيا، من ايكيا نشري كل حاجه وحدها ونقدروا نخيروا، يعني الا كان حبيتوا تكون عندكم جهه ونتحطوا لي فيست، جهه رفوف كيما هكذا، يعني كل واحد عندنا لو شوا كيفاش نختاروا يعني الخزانه تاعنا. هنايا كيما قلت لكم هنا طريقه عاديه حكمت لصبابط، ممكن نشري هنايا لي باني، ما شريتش الحقيقه، استعملت ابار لي باني اللي كانوا عندي بلوتو عندهم شي لي باني لي بوات تاع الصبابط، وحطيت فيهم هكذا لي زيشارب نطبقهم بهذه الطريقه عادي هكذا، ونحطهم لداخل هنايا في الوسط فوالا هنا دوك نعدلهم. وهنا بالنسبه ل هادو يجيو ساهلين كيما هكذا بهذه الطريقه. اب لي بيجاما لهنا نحاول كل بيجاما نحط لها نحط فوقها يعني اللؤو تاعها بهذه الطريقه هكذا. هنايا هنا نحط لي فيست ونحط الحوايج اللي ما نحتاجهمش الفوقه في ليطاج الفوقاني كما تشوفوا لهنا، نحط لي فيست تاع الشتا هكذا، نحط لي فيست تاع الخريف، ونحط لهنا البينوار ما تشوفوا حطيتهم تاع الشتا حطيتهم لهنا على حساب يعني كان تاع الصيف هذا تاع لا بيريود تاع الخريف، ومن بعد تاع الشتا هكذا كيكونوا خشان. هنا حاطه شويه لي فيست كيما هكذا، هذه لي لافيست تاع مون بير ربي يحفظه لي، ومازال ما ديتهالوش ان شاء الله يتنحى هذا الكونفينمون. والتحت خلاص عندي هذا غف نوريه لكم. هنا هنايا كيما تشوفوا لهنا حطيتو سبيسيال هنا نحط نحكم لي بواط، شوفوا هنا نحكم كامل لي ساك هادو كيجيو لي كادو ولا كنشري عفسه ولا نحط لهنا لي بواط بلوتو نحتاجهم نخليهم هكذا انتاكت، نقولو هكا ونحب ندير كادو ولا نلقاي بواط وتكون على شرط بواط ما مكتوب فيها والو نحكم هاد كوتي. هنا نحط تاني هذا بوما مير العزيزه الغاليه عليا، نحط الحاجه كي تكون جديده على شرط ما تكونش يعني مستعمله نحطها لهنا. هنا حاطه لي بونتوف لي شريتهم لا ديرنيغ فوا في العيد، نحطهم لهنا كي تكون حاجه جديده ونظيفه. عندي ريزيرف هنا حاطه لي ساك، حاطه الساك تاع البيكنيك في ادوات كامله هنا لاجاسيات وكامل نحط دكوتي يكون نظيف باش يكون يعني بلا في هنا نخلي له يعني مكانه. هنايا حاطه لي الحوايج تاني كنشريهم جدد نوريلكم هذا داير دوك نبدلهم بلاصتهم مادام خليت البلاصه في لارموار فوالا. هذا الساك كيما هكذا جامي استعملتو، نخليه دائما كيكونوا لي ساك الكبار هكذا حطو دائما فيهم البابي الداخل على الطريقه هذا، ما كانش البابي حطو لي فيتمون اللي ما تلبسوهمش ولا ما تستعملوهمش ممكن باش الساك تاعكم ما يخسرش بالطريقه هذه. هاد لي ساك ممكن نمسحوهم حتى بلي برودوي اللي مسحو به الصبابط وما نخافوش باسكو الكوير ولا نحطو ولا كان شفناهم يعني صح بزاف يعني خسروا لازم نحطو لهم لو برودوي اللي يحميهم من الشتا. وفي نفس الوقت لا شفنا يعني غير طاش خفيفه نمسحوهم غير بشويه شيفونه شويه نبلوها شويه ماشي بزاف ونمسحو بها فوالا. ان شاء الله نكون لي فيفتكم هنا في الطريقه تاع يعني تنظيم الخزانه. ومازال عندي لتحت في لارموار شويه كان عندي يعني لي فيست تاع الشتا نحطهم دو كوتي دائما باسكو ما نحبش نغم الحاله اللي هنا ونحط بزاف. وهنايا ثاني باش تحافظوا على لي ساك لازم دائما تحطوهم هكذا، كي تشوفوا الساك ماكش حتستعملوه بزاف تحطوه في لاوس تاعو ولا تكونوا عندكم اوس هكا الساك يكون بالقماش ولا كيما تشوفوا لهنا بالبابي دائما باش تحافظوا على لي ساك تاعكم كيكونوا هكذا فيرني باش ما يتخدشوش بحاجه واحده اخرى بلا ما نفيقوا فوالا. ان شاء الله كما قلت لكم نكون فدتكم حاجه هنا في طريقه تاع تنظيف الخزانه. دوكا فوتو كيفاش نريحو يعني ولا بوغ بارفومي باش نديرو هذيك لودور المليحه في الخزانه وما تبقاش مغمومه.
فوالا هنا مشي معايا. انا شاريه هذه اللي هنا كيما تشوفوا حاطتها لهنا، فيها واحد الصابون هكذا، ممكن نستعملوها في ديريكتومون في سال دو بان، ولا نستعملوها في داخل الخزانه. انا مانيش حنخليها لهنا مجرد باش نوريها لكم. وداخل الخزانه نحطوا لهنا عليها لي زويل اسونسييل تاع لا لافونت ولا تاع السيترون، ولا يعني هذيك اللي يعطروا بهم الملابس، ولا حتى دوك نوري لكم النوعيه يعني الزيت تاع الخزامه. فوالا لي في كيما راكم تشوفوا لهنا باش تعطروا الخزانه تاعكم، سي تري فاسيل، طريقه تجي رائعه جدا وتجي زعما ايكونوميك. هنا كيما تشوفوا تشريوا الخزامه ممكن نتوما تشريوها على الطريقه هذه وتحكموا. انا ممكن هذه يعني انا شريتها كيما هكذا، ممكن تكون عندكم الخزامه غير في الجاردان، ما عليكم غير تنحيوا لها تنظفوها من لابوسيير، تحطوها في علب هذو كيما اللي تباعوا عادي، اللي تحطوا فيهم الحلوى، تحطوا فيهم لي بونبون في الاعراس. نحاول نحط لهنا باش ما تتفتتليش بس كاني شويه ضغطت عليها. فوالا هي دائما تبقى بالريحه يعني تبقى هايله ريحتها مليحه. دوكا نشم فيها قاويه، ممكن كي ما تطيشوهاش ما ترموهاش بالكم خلاص منها لودور خلاص ترموها. هنا ممكن تضيفوا لها شويه تاع الزيت تاع الخزامه، تتباع ولا عند لي فارماسي غير حاجه قليله، هالوليزويل الكونسنتري تاع الزيت الخزامه هكا 3 غوت بهذه الطريقه. كي تحاول ندخلو هكذا ولا نفتحوها لداخل ونضيفو لها، تحطوها في وسط الخزانه، في وسط الخزانه تضيف واحد الرائحه ما شاء الله. طريقه واحده كيما قلت لكم هادو يتباعو نورمالمون، ولا غير تحكمو حجره يعني اللي تنطس هكذا غير بالجبس، تحطوا حاجه هكا يتباعو هادو لي بتي كور ولا اي حاجه شكل ورده، ولا ديروا في بالكم باللي الجبس راه يحكم يعني الزيوت، تحطوا غير هكذا شويه عليه بالطريقه هذه راح يدخل فيه لداخل. انا عطيتكم مثال يعني اي حاجه تاع جبس يعني مشكله هكذا تكون قلب ولا زهره ولا باش تحبوا يعني هكذا تحطوا لداخل وتحطوها لداخل لارموار تحكم لودور مده طويله. ثم ممكن تخيروا هنايا يعني لودور تاع السيترون ولا تاع لي فلور اللي تحبوا. هذا مديت لكم انا وريت لكم يعني غير الطريقه، وديروا في بالكم بلي قاويه يعني ما لازمش نحطوا نقاط بزاف. هذه الطريقه الثانيه. زيتو الطريقه الثالثه هي تباعوا هاد لي بيرل باش يعطروا بهم لي كوات ولا لي فاتمون. انا نحطهم طوزون طو ما نحطهمش دائما. هنا ممكن هاد لي بيرل يجي حبيبات، كاين انواع يعني عده ماركات كاينين. باش ما نخلطوش لي زودور هادو ثاني تاع جايه لا لافونت، ما نحطش انايا كل يعني من كيما يقولوا من كل زهره حاجه، نحط يعني لودور وحده هكذا باش تجي هكذا ونحطها لداخل. ممكن تخيروا اي عطر يعني اي بارفان تحبوا، ممكن تحطوها في الخزانه، ممكن تحطوها لعندكم لي ساشي كيما هكذا تحطوا لداخل من احسن. انا هنا ما كاش عندي ساشي سينو كنت نوري لكم فيه، ما كاش عندي الساك. ممكن تحطوه حتى في بورس يعني بالبونسمون مادامها مثقوبه، تغلقوا هذيك البونسمون وتربطوها بنوها كيكون باهي وتحطوها في الخزانه. هذه تبقى يعني لودور تاعها تبقى مده طويله، ريحتها رائعه ما شاء الله. يعني هذو لي 3 استيوس اللي ممكن تحطوهم في الخزانه تاعكم وتحطوهم بين رفوف هكذا، يعني لودور تاع الحاجه كي تجبدوها تبقى يعني ما شاء الله ما فيها حتى ريحه يعني خاطئه. فوالا نوريها لكم في الخزانه دوكا. هنايا بعد ما نظمت الخزانه نوري لكم كيفاش طريقه تاع التنظيم. فوالا هكذا فوالا هنايا بعد ما كملت طباق القش والتنظيف كومونديت شينوا فوالا دي سوشي كيما هكذا جابوني بلوتو، وقلت نستاهل بعد التعب ما كان لهم طيب.
نقول لكم لي في السلام عليكم، تهلاو في رواحكم، ولا بروشان ان شاء الله، ان شاء الله في وصفة ولا في ان شاء الله روتين جديد، والسلام عليكم.